نظمت اليوم مصالح أمن الولايات المتحدة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية للولايات المتحدة والهلال الأحمر خرجات ميدانية أو مبادرة إنسانية تضامنية. هذه المبادرة تمثلت في تقديم مساعدات لفائدة العائلات المتضررة على إثر الاضطرابات الجوية التي مست ولاية المتحدة. القافلة هذه اللي جينا فيها تضم مساعدين اجتماعيين مختصين نفسانيين وكذلك أطباء لرعاية هذه الفئات من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، وكذلك تقديم مساعدات غذائية متمثلة في أفرشة وأغطية وملابس لهذه العائلات.